الإخلاص في العادات يدفع الرياء عن العبادات من باب أولى، فمن كان نومه عبادة لن يكون قيامه رياء. النية الحسنة هي من ترفع الإنسان ولو بقليل من العمل، فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. فقبول العمل ليس بحجم العمل الظاهر بل بقوة صدق الباطن، فالنية هي من ترفع الإنسان أو بعكس ذلك تخفضه. أكثر الناس توفيقا أصدقهم نية، بل الله يجازي على النية أكثر من العمل، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فنيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من العمل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فالله الله بالنية الطيبة في قلبك قبل العمل. بل إن النية الطيبة سبب في الرزق أكثر من ذكائك وحنكتك، قال صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولا يوفق للخير في عمله إلا من صدق مع الله في قلبه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كما أن النية الصادقة تصرف عن صاحبها السوء والفحشاء وإن قرب منه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأبشر يا من تمنيت الخير صادقا أتاك الله أجرك، قال صلى الله عليه وسلم: صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، فأبشر لن يضيع أجرك. ومن نوى الخير هيأ الله له الأسباب وفتح الله له الأبواب، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، صلى الله عليه وسلم.